تحلكش شويه على الله تخدمي. السلام عليكم. واش عقلتوا على عاشوره؟ بطبيعه الحال غير مشكلة ان عاشوره ما بقاتش كيف ما كان، الى درجه انه ما بقيناش تعرفين امتى عاشوره كتجي. من قبل عاشوره كنا كنتسناوها شهر شهرين من قبل، اما دابا عاشوره ولينا كنعرفوها النهار اللي كنشوفوا فيها في الزناقي. صاد واش عاشوره قبل العيد ولا من بعد العيد؟ قبل العيد الكبيره صح. لا صاحبي راه من بعد العيد. قلنا لك صاحبي قبل العيد. ايه ديك راه من بعد العيد. راه قلنا لك قبل العيد. ايوا ولكن قبل العيد دوك تعرجوا البنادر كنجلدوهم حناك. واش كتفكروا عاشوره؟ شنو كتفكروا؟ كواز ديال الماء، مونيكات ديال البنات، قنبول، الكربون، والجيكس، المجبنه، وخصوصا كسكسو بالقديد. قديده قديده ملويه على العواد، قديده قديده ملويه على العواد. غير المشكله انه فاش كنا صغار كنا كنرضاو بايتها لعبه. المهم تما وشرينا قشوش ديال العيد. اللعبه ديال عاشوره كانت عندنا هي الدنيا وما فيها. اما دابا مع جيل الايفون القشوش ولاو حاجه اخرى. بابا بغيتك في عاشوره تجيب لي باربي وتجيب لي حوايجها وتجيب لي الصالون ديالها وتجيب لي الكوزينه ديالها وبيت النعاس ديالها وتجيب لي حتى راجلها. ابنتي هاد باربي ما نجيبولهاش بارطمان في اقامه الضحى. لا هادو البنات. اما الدراري حاجه اخرى. الواليد شتك جايب لي الشارجور ديال الايفون ديال الطوموبيل. وفين الطوموبيل؟ ويلا هضرنا على عاشوره ما نساوش نهضروا على الفاكهه اللي كنا كنديرهم في واحد القليشات صغيره وكان كل واحد والقله ديالو. هادي ما تعقلوش عليها هادي. اما البنات كيستغلوا عاشوره باش يجبدوا الحناجر ديالهم ويورونا المهارات الطربيه ديالهم. البنات في عاشوره وبقدره قادر كلهم كيوليو مطربات وكتلقى البنت خنونتها واصله حتى لهنا وشعرها كرد وشنو كتغني؟ عاشوري عاشوري عليك دليت شعاري. تسيري بنيتي عندك ما تدلي سيري. اما الدراري كتجيهم لقانا غير على الحراقيات والشعاله. الدراري كتلقاهم اللي لقاوها قابله للاشتعال كيحتيو عليها ويجيبوها. بنو شجره سداري صندوق ديال الخشب خوك صغير. المهم ديك الشعاله خصها تفوت الساتور ديال الضو عاد تما راها شعاله ديال بصح. وبطبيعه الحال القنبول داير بها. التصاور اللي غنشوفو دابا ماشي من مصر ولا من سوريا، هادو فقط الاجواء ديال عاشوره في المغرب. يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر مرسيم خويا. بسم الله عليك راه غير عاشوره. غير عاشوره اسمح لي يا خويا. اجيو شتو دوك مالي نتعرش حتى يوليو كيتشطرو دوك ايامات عاشوره. جيت تاخد من عنده غير طريجه تقول باغي تشري من عنده بيانو ديال ياماها. شنو حجه شحال طريجه؟ 150 درهم هزيها ولا حطيها؟ حاجه خذ لك طريجه لبنتك راه فيها البلوتوث كنخدم بالويفي انت صون فيها ستيريو. تعاونينا معنا الشاب تعاوني معنا راه 10 درهم. اجا شفروسكم بلا الطريجه هي اللعبه الوحيده اللي كيصاوب المغرب في عاشوره. الطريجه فخر الصناعه المغربيه. الطريجه بايد مغربيه. وماشي غير المغرب الدول العربيه كلها. دخلت عليكم بالله واش العرب ما قادينش يصاوبوا لعبه وحده ديال ميكا؟ كلشي ميدين تشاينا. ما عندنا حتى صانع اللي تيصوب لعب بلاستيكيه. شوها شوها العرب مساكن فالحين في حاجة واحدة. اضرب السيدة عائشة لأطفالنا. اضرب السيدة عائشة. شو تقول بضغط؟ تقول كو كو كو. اضرب السيدة عائشة ضربهم الله وعليهم لعنة الله. الرجاء من كل الإخوة أنهم يعاونونا ويساعدونا في أنهم نتخلصوا من الأسلحة الموجودة هذه، من هذه اللعاب الموجودة هذه، هذه كارثة ليس لعاب، هذه كارثة. صافي هادشي علاش قدركم الله؟ يا حسرة، أما التلفزة ديالنا في عاشورة، فخلاص حاجة أخرى. تمر عينات من هذه اللعاب المستوردة بمختبر للتحاليل قبل أن تصل إلى يد المستهلك للتحقق من سلامتها وخلوها من أي مواد سامة. بوب بوب الكاميرا شاعله. زعما كلشي في هاد البلاد راقبناه بقاو لنا غير القشوش ديال عاشوره دايرين لهم مختبر على قدو باش يراقبوهم. علام هاد الناس. اجيو الغد ديال عاشوره عقلتو كتعقلوه؟ كنا كلنا كنمشيو للمدرسه مكحلين وكنبقاو شي كيشوف شي لحقاش ما مولفينش نشوفو بعضياتنا بالكحل. افين انتما مالكم كتشوفوا فيا؟
حنا المغاربه كنا اول ايمو كيظهروا في التاريخ، راه غير ما كانتش فروزنا. والنهار الثاني ديال عاشوره شنو كان ثاني؟ زمزم بطبيعه الحال اللي كان كلشي كينتظرها بفارغ الصبر. علاش؟ باش ينتقم من كاع دوك الناس اللي عندهم معاهم حساب يبرد فيهم غدا يدو. هكاك وكيعمرونا بالبيض ما كاين والو. المغاربه داروا لاباس، مابقاش كيترشوا بالماء ولاو كيضربوا بالبيض. اش واحد القضيه على ذكر عاشوره؟ واش لاحظتوا بلا المغاربه ولاو كيحتفلوا بالهالوين؟ صافي زعما طفرنا كلشي، قضينا بقى لنا غير الهالوين. يا ويلي على الهالوين، انت شنو هاد الهالوين عاوتاني يا وليدي؟ ولا الحاجه والو، الهالوين كيحتفلوا به الناس على برا في كندا وفي امريكا، لحقاش في المعتقدات ديالهم كيحتفلوا به باش يطردوا الارواح الشريره. حنا المغاربه راه ما محتاجينش الهالوين، لحقاش ما كاينش شي ارواح شريره قد كحل الراس. ايوا سيدنا الحلقه ديالنا سالات، كالعاده ما تنساوش انكم تلحقوا بالموقع ديالنا h24info.ma وديرنا واحد سبسكرايب صغير لاشي. نلقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. يا عايشوري عايشوري.